بمناسبة أهل الثقة وأهل الخبرة وفكرة العسكريين بصراحة، هل كان تعيين الفريق محمود حجازي رئيسا للأركان وهو نسيب المشير السيسي، هل كان تعيينه هو تعيين لأهل الثقة في أماكن مهمة قبل يعني رحيل السيسي عن الجيش؟ أرد عليك رد صعب قوي. اتفضل يا فندم. الجيش كله أهل ثقة. الجيش كله أهل ثقة. مش احنا ما عندناش الكلام ده. الجيش فيه ما فيش فيه الكلام ده ان احنا نجيب حد. الجيش كله اهل ثقه من اول جندي بيخش الجيش لغايه اعلى رتبه فيه. ما فيش الكلام ده. وبالتالي فكره ان هو قريب لحضرتك دي لا تاثير لها. الاجابه دي اجابه حاسمه جدا. خلي بالك انا ما اعرفش اعمل كده. اذا كنت بقول لك انا ما عملتش ده مع اولادي، ازاي تتصوري ان انا ممكن اعمل ده مع اي حد تاني؟ انا قيمي لا تمنعني ان انا اتصرف وافكر بالطريقه دي. انما لم تشارك في اختياره، وده اختيار المجلس الاعلى للقوات المسلحه. صحيح. لم تصوت فيها، لم يكن لك صوت في هذا؟ في اختيار. انا برد على السؤال. يعني اليات العمل في جوه الجيش مش معقول يا استاذ ابراهيم، انتوا عايزين تحطوا كل حته. مش معقول، خلوا الجيش لوحده.